مجددين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني لقاءات وحوارات خاصة. وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم وضيف الأكثر تميزا لهذا الأسبوع المحامي محمود كامل محمود. بداية يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بداية لما ناخذ نبذة بسيطة على بداية مشوارك، كيف بلشت ومتى بلشت محامية؟ تفضل. أنا بدأت بالمهنة بالتدريب بعام 90 وتدربت عند الأستاذ هاني الدحلي، وبدأت العمل المهني فعليا يعني بال 93 محامي بكل مجالات المهنة يعني. نعم. وكان يعني فضل كبير علي للأستاذ هاني الدحلي أنه كان هو اللي رعاني بشكل صحيح يعني. كل التوفيق لحضرتك يا رب. وايضا احنا بنشكر عبر قناتنا الاستاذ هاني الدحلي. الان لما نتحدث اكثر عن الخدمات التي تقدمها داخل المكتب استاذ محمود، تفضل. احنا بمهنتنا يعني في شيء اسمه استشارات قانونيه. طبعا المواطن يعني بتدمر من انك تطلب منه بدل اتعاب، فغالبا بتكون هي يعني استشارات مجانيه، بالإضافة للقضايا التي تقام أمام المحاكم مدنية وجزائية، وطبعاً في جمارك وفي محاكم أحداث، بالإضافة للجنايات الكبرى. أنا بالنسبة لي تقريباً اشتغلت كل هاي المجالات خلال الفترة من عام 90 لليوم. كل التوفيق لحضرتك يا رب. الآن نفوت أكثر بقطاع تطور نظام المحاماة في الأردن، كيف بتشوفه؟ تفضل. قطاع المحاماة في الأردن مع العدد الكبير والهائل اللي دخل عليه، يعني طبعا هو أكيد رفضوا بمجموعة كبيرة من الطاقات الشبابية، لكن بين دورة ودورة وبين زميل نقيب وبين زميل نقيب بكون في آلية مختلفة للاهتمام بالمتدربين وبقطاع المهنة. ومشان هيك يعني احيانا بتلاقي بعض الثغرات والهنات في اداء المحامي، واحيانا بتكون بكون الاداء افضل على ضوء يعني رعايه النقابه من جهه، وعلى ضوء يعني الاعداد اللي حصل عليه المحامي. بالتاكيد الاعداد اللي حصل عليه المحامي هو اللي باهله لاحقا ليشكل صوره ايجابيه عند قطاع المواطنين. بالتأكيد نعم. الآن أيضا لو بدنا نتحدث عن دورك كمحامي في المحاكم، تفضل. أنا يعني زي ما ذكرت يعني غالبية القضايا اشتغلتها مدنية تجارية جزائية أحداث جمارك جنايات. الحمد لله بشكل عام يعني قليلة القضايا اللي بخسرها، لكن لا شك انه يعني مو دائما احنا اللي بنتقدم فيه للمحكمه بنقدر نقنع المحكمه فيه. فالقضايا الجزائيه دائما هي ملك للقاضي، وهي يعني قناعه القاضي. نعم. وهون دور القضاء بكون يعني دور القضاء بكون يعني هو 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 رقم واحد في المعادله بين الحق وبين المحامي وبين المواطن. بالتأكيد. الآن نتحدث أيضا كيف تشوف دور القضاء في الأردن عندنا في المحاكم؟ تفضل. إحنا قضاءنا بشكل عام هو قضاء نزيه بشكل عام. طبعا بنقصنا يعني بنقصنا دائما إعداد وتأهيل المحامي والمواطن والموظف والقاضي. جميعهم لازم يكونوا مؤهلين مع التقنيات الجديدة اللي بدأت تدخل بعالم القضاء. فأنا برأيي أنه هناك ثغرة بموضوع التأهيل، وهي هاي الثغرة يعني اللي بتحسس المواطن بالعبء النفسي للأتمة الجديدة أو للتطور الجديد اللي بدأوا يدخلوه على القضاء. طبعا أنا معه، لكن مع ملاحظة اللي ذكرتها انه لابد من التأهيل، لابد من رفع سوية الموظف ورفع سوية
المحامي نفسه والقاضي نفسه. هلا اغلب القضاة عندنا يعني خاصة القضاة الجدد يعني مؤهلين بموضوع الأتمتة والكمبيوتر وال يعني بيقدر يوجه الطابعة تبعه، لكن اعتقد الضغط الكبير اللي على المحاكم عم بيقلل من سرعة الأداء، رغم انه التعليمات الجديدة لوزارة العدل إيجابية وبتأكد على سرعة فصل القضايا. بس انا هون بأكد على ملاحظة انه سرعة فصل القضايا لازم تكون، مش لازم تكون على حساب النوع ولا على حساب الجودة. يعني انا ضد الكم على حساب الجودة، انا مع الجودة اولا، والكم يحتاج الى كادر يساعد بانه انا افصل قضايا كثير واقدم يعني اقدم نفسي للمواطن باني حامي الحقوق. نعم بالتاكيد. بشكرك مره ثانيه محامينا ويعطيك الف عافيه. بنهايه لقائنا بنحب ناخذ من حضرتك تهنئه او تبريك لجلاله الملك بمناسبه مرور عيد ميلاده. تفضل. بتقدم لجلاله الملك والاسره الهاشميه الكبيره بحر التهاني بمناسبه عيد ميلاده، ومتمني انه يعني الاعوام الجاي تكون يعني فيها خير وبركه على جميع المواطنين الاردنيين ان شاء الله. بشكرك مره ثانيه ويعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا.